منعطف كبير هو ما بين التأجيل والعودة، هي شهرين، لكن هي شهرين من العمل الدؤوب اليقظ المستمر لفريق واسع جدا من المهرجان. بعضه استطاع أن يكمل وبعضه ما استطاع يكمل، لأنه تعرف أنه العمل في المهرجانات الدولية بالأخص بالنسبة للوظائف المحلية الصغيرة هو عمل وقتي وموسمي، فهو على مدى طول العام يأخذ إجازته هالشهرين هذا حتى يشتغل مع مهرجان الجونة، فمن أنت تأجل هو ما يقدر يواصل معك، فمو كل واحد يقدر يواصل، مو كل واحد يقدر يتقبل هذا الشيء، في ناس عندها ارتباطات عديدة. يعني أنت مثلا داعي موزعي الشرق الأوسط لأفلام كلهم، ولأول مرة في أكتوبر الجزء الأكبر من عندهم يلبي الدعوة ولا واحد إجا في ديسمبر. ليش؟ لأنه في نفس الوقت أكو سوق الفيلم الأمريكي، وذول كلهم يروحون مثل يسوقون أفلام في هاي الفترة من الآن. فالتحديات كبيرة، يعني أنت من تضع فروقات ما بين أكتوبر وديسمبر، فروقات ممكن تنتبه لها، فروقات أساسا ما تنتبه لها. يعني مثلا إحنا كمبرمجين كفريق فني هاي القالة نضع أفلام بها عادة 6:30 9:30، لأنه أنت من تطلع من الدنيا يلا تقدر تعرض أفلام. اكتشفنا وإحنا هنا أنه الظلام يبدأ الساعة 5 بديسمبر، ما انتبهنا لهاي الحقيقة. فلذلك إذا تلاحظ جد أكو تفاصيل المهرجانات الدولية بالأخص إذا أنت تضعها يعني تضع كل مستلزمات شغلها بها تفاصيل اللي هي تكون فحوى المهرجان. ما أقوله إنه إحنا علينا أن نتعلم يوم بعد يوم كيف نصنع مهرجان سينمائي متين وقوي وقادر على مجابهة التحديات. وهذا ما صار مع الجونة، إنه كل سنة إحنا نتدرب. إحنا من حسن حظنا إنه فريق المهرجان اللي حاليا يعني اللي بدينا به ب 2017، أنا أتذكر من جيت كنت قابلت أكثر من 100 شخص حتى نخلق فريق مهرجان، مو بس لم يحضروا مهرجان سينمائي دولي بحياتهم، وإنما عمرهم ما سامعين بالسينما. فذول الأشخاص قسم منهم الآن خبراء، وقسم منهم موجودين يشتغلون مع البحر الأحمر ومع القاهرة ومع مهرجانات أخرى. احنا فخورين إنه احنا قدرنا نهيئ كادر مهرجاني ليساعد كثير.